هنأ جلالة الملكة رانيا العبد الله المعلمة الفلسطينية حنان لحروب بفوزها بجائزة أفضل معلم في العالم. جلالته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر كتبت قائلة: مبروك للمعلمة حنان لحروب فوزها بجائزة المعلم العالمية، تفانيها لمساعدة الأطفال المعنفين يستحق هذا التكريم العالمي. حنان لها من اسمها نصيب، صفة تليق بمعلمة أصبحت الأفضل في العالم. من مخيمات اللجوء تعلم أطفالا لاجئين، أطفال مصابون بالذعر والهلع جراء العنف، بأسلوب التعليم عبر اللعب الذي كان وليد معاناتها الشخصية. وسط فرحة عارمة أعلن بابا الفاتيكان فرانسيس فوز حنان لحروب بلقب أفضل معلم في العالم لعام 2016 في رسالة فيديو قال خلالها: إن المدرسين بنات السلام والوحدة. وبملامح ممتنة لهذا التقدير، وقفت حنان تحيي الحضور الذي صفق لها بحرارة في حفل باهر في دبي نظمته مؤسسة فاركي الذراع الخيري لمؤسسة جمس الدولية التربوية، في خطوة تسهم في رفع مكانة مهنة التعليم كما تستحق. فخورة أن أكون مدرسة فلسطينية تقف أمامكم على المسرح، هذا ما قالته حنان عقب تسلمها الجائزة، جملة تعبر عن الموقف. فها هي المعلمة التي نشأت في مخيم لجوء في وطن يمزقه الاحتلال بين العنف الذي يمارسه، تقاوم وتربي وتعلم. احنا يدا بيد نستطيع احداث التغيير ونحدث تعليم آمن بتوفر فيه سلام، وهدفنا فيه الأطفال، لأن الأطفال بكرة هم اللي بدنا نقدمهم للمجتمعات، المجتمعات اللي بيعيشوا فيها أو مجتمعات راح ينطلقوا لمجتمعات ثانية. إحنا بنساهم في عملية البناء، إحنا بنقوم بعملية البناء، لأن إحنا اللي بنقدم للمجتمعات الأجيال الجديدة اللي بتبني المجتمعات. مليون دولار قيمة الجائزة التي قالت لحروب أنها ستنفقها في دعم طلابها، والتي ترشح لها مدرسون من بريطانيا والهند وكينيا وفنلندا والولايات المتحدة، وسط حضور عالمي لشخصيات كبيرة في عالم الفن والسياسة. هنيئاً لحنان لقبها وجائزتها، وهنيئاً لأجيال قادمة معلمة رسالتها كما قالت خلال الحفل: أن نربي الأمل.